نرجع نلقاكم ونشوفوا ديرما فيك كما العادة تمتعكم بلي برودوي نتاعها، وتوا باش نشوفوا تقرير على ديرما كير. عسلامة ومرحبا بكم، رجعنا معكم من جديد. اليوم باش نحكيو على حاجة مهمة للبنات والرجال زيدا، اللي هي الشعر والعناية بشعر متاعنا. هذاك علاش اليوم بحضنا أخصائية في التجميل معانا، درة لغر أخصائية في التجميل، جات معانا وجبت لنا باك من ديرما فيك متكونة من شامبوان وابخي شامبوان وسيروم. عسلامة درة. عسلامة، مرحبا بك، شرفتني. كان تحكي لنا أكثر على الباك اللي جبتها لنا اليوم. إي بيان سور، ألوغ اليوم جيت باش نحكي على الباك اللي فيه شامبوان وماسك وسيروم. اليوم نحكيو على باك نتاع سوا، أكيد معناتها أكثر من شامبوان والماسك العادي. سان شامبوان سان سلفات سان بارابين سان سيليكون. داكور، معناها العباد حتى اللي قاعده تحافظ على شعرها واللي عاملين بروتيين وكيراتين يحافظوا على الريزلتا نتاعهم. ايفيكتيفمون يمشي افيك تو تيب دو شوفو، دونك كو سو سوا شوفو بروتييني والا معناتها شعر عادي، اللي يحب يحافظ على شعره فوالا، اللي يحب يعمل سوان هذا هو. دونك اون ديغي باش يعمل واحد سوان ادوميسيل في الدار. الشامبوان اللي هو نلقاوه اليوم متكون من ويل دو بيبان اي دو فيك دو بارباري، اللي هو زيت قلوب الهندي للساده المشاهدين، اللي هو عامل ضجه كبيره في عالم التجميل. اي سان برودوي فار، وزيد متكون من الويل دارغون لا لوفيرا، نلقاو حتى لو بور دو كاريتي. دونك نحكيو على ايدغاتاسيون، نحكيو على ايدغاتاسيون سورتو، اللي نلقاو البارتي اللوتانيه لي بوينت ديما ابيمين تاشقين فورشو، اللي هي اكثر براتيكمون اكثر بارتي في الشعر تاعبه هما لي بوينت. دونك هنا يعمل لنا ايدغاتاسيون بروفوندور، ونجمو نقولو باي باي لي بوينت فورشو وشوفو ابيمين. كيما قاعده نشوف انا نشوف الباك الي تري تري جينيروز، معناها جو بونس 500 ميل افكتيفمون. دونك هذه كونتيتي فاميليال. وي وي، عندنا ايترا براتيكمون بين الشامبوان والماسك، دونك نحكيو وي على كونتيتي تري جينيروز. دونك اللي باش ياخذ يل فير دو ليكونومي، خاطر باش يشدوا بالكدبل كدا، او بيان باك فاميليال، ولا اللي ياخذوا روحو بور شوفو بروتييني فريمون باش يشدوا بالكدبل. يشدوا بالكدبل كدا. كيفيف عندنا سيروم، السيروم يتعمل افون وابخي بروشينغ، اللي يعمل بروشينغ يتعمل ابخي بروشينغ، واللي ما يعملش بروشينغ يتعمل حتى على شعر منادي في لي بوانت، ويعمل لنا سوان ويدغاتاسيون بروفوندور. كان قلنا برا اسكو السيروم انا كي يحطوا منه كونتيتي كبيره والا صغيره، اسكو يزيط الشعر ولا يلبد الشعر ولا، خاطر برشا عبيد وبرشا نساء سورتو يقول لك انا السيروم كي نحطه في شعري يلبد لي شعري، نحسه هكا ماهوش هكا في فوليوم والكل، نحسه راقد. كان تقول لنا اكثر على السيروم. هذا السيروم ماهوش كي زيت، سي فري يعمل لنا ايدغاتاسيون باهية للي بوانت، لكن ما يلبدناش الشعر، يخلي الشعر بالفريشور نتاعو بالسوبليس، يعطينا بريونس. هو كلهم فيه اباز دو ويل دارغون ويل دو بيبان دو فيك دو بارباري، دونك دي برودوي باهيين بالكدا للشعر باش يصلحنا. ما يلبدش وي ما يلبدش الشعر، يعمل لنا سوان مزيان، متاكده انا اللي باش يستعمل باش يقعد ديما باش يرجع لنا بروتور باهي ديما. ديرما فيك ديجا سورتو الباك ديرما كي راجعين برشا روتور مزيان، ديما متالقين، يعطيهم الصحة. بالنسبه للماسك انا ننصح العبيد الكل، الماسك هذايا سورتو كي يحطوه على الشعر ياخذوا كونتيتي باهيه، يحطوه بالنسبه للشعر الشايح يحطوه من لي غاسين للي بوانت دو بريفيرونس، يقعدوا بيه 10 دقائق في الشعر مينيموم في الدوش، هذا فيشوفوا لي في من اول استعمال من اول غسله، يشوفوا ديجا لي كومبوزون اللي كنا عليهم من تيرا متصوره مشخشخين بالكدا بالكدا، يعبيوا الشعر يغذيوها بالبيه. لي فرانشمون الماسك غني لي برينسيپ اكتيف اللي فيه، والميم معناها كي يستعملوا كيما قلت لك يخليوه مينيموم 10 مينوت في الشعره تو يشوفوا الفرق من اول استعمال. دونك ساده المشاهدين كيما قلت لكم دره، تخليوا الماسك 10 مينوت في الشعر نتاعكم وباش تكون فما ريزلتا كيما قالت لنا دره، وكيما عودونا ديرما فيك باللي برودوي نتاعهم اللي هما 100% ناتوريل، والعباد الكل راجعين بروتور الطياره. ما لافاش تستناو باش تعديوا لي كوموند نتاعكم، ابعثونا ميساج على الباج فيسبوك انستغرام ديرما فيك، والا كلمونا على الرقم 36 015 011 وين تتحصلوا على لي كونسيير نتاع ديرما فيك، تسالوهم لي كيستيون نتاعكم الكل، يجاوبوكم في كل وقت. ميرسي بوكو دره، شرفتني، يعطيك الصحه. عايشك، مرحبا. فقرتنا بيان سور باش نشوفوا الكوتش نتاعنا سحر اللويتي، صباح النور وصباح الورد، مرحبا بك. صباح النور كوثر شحوالك، صباح الخير، صباح الخير الحمد لله. دونك اليوم باش نحكيو على العلاقات السامه. ايوه، لطف علينا منها وبعدها علينا بعد السماع على الارض. عوي حكينا احنا قبل حكينا عليها هي شويه على العلاقات السامه، واليوم باش نحكيو على العلاقه وقت اللي هي ما فماش، اما احنا اون سوبستيم باش نبدا
فما علاقه معناتها وقت اللي نلقى روحي جي افير اون بيرسون انا نقول معناتها ما بين ظفرين توكسيك با فريمون توكسيك اما يصير سوء تفاهم في الوسط يخليني نجم نقول تو فما برشا نساء فما برشا بنات تقول لك تقول لك ان بيرفير نارسيسيك منحرف نرجسي والا تقول لك راهو سي اون بيرسون توكسيك علاش خاطر العلاقه ما مشيتش يلزمنا نعرفوا اللي وقت اللي العلاقه ما تمشيش با نيسيرمون جو سوي افيك اون موفيز بيرسون مش معناتها انا مع شخص خايب لا نجم يكون بيه وما تفهموش فوالا نجم يكون فما حاجات اخرى سورتو انا باش نحكي على مرحله النضج والرشد اللي تجي بعد فتره المراهقه بعد فتره المراهقه فما بين 20 سنه و 30 سنه فتره نسميها بفتره النضج والرشد وفي الفتره هذه ماذا بينا تكون عندنا معناتها وقتها نعملوا احنا الاكسبيريونس ماذا بينا تبدا عندنا لو ماكسيموم ديكسبيريونس التجربه هذيك في العلاقات العاطفيه تخليني انا نتعرف على ذاتي نتعرف على روحي ونتعرف زاد على 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 الاشخاص وعلى لي بروفيل وعلى الطبيع باش نعرف اون فان دو كونت وقت اللي باش ندخل في علاقه جديه لابوتيسمون تاعها الزواج نعرف شكون نختار ونعرف على انا اساس انا اخترت الشخص هذاك ما نجمش راهو انا ملي عمري 20 ولا 21 ديريكت معناتها نتعرف على عبد يطلع هو شخص جدي نعرشوا ببعض والدليل على هذا اليوم معناتها الاستاتيستيك الاحصائيات نتاع نسب الطلاق عاليه على الاخر متقدمه شويه عاليه على الاخر على خاطر من الاول صحيح من الاول هي لا بريز دو ديسيزيون اخذ القرار واختيار الشريك من الاول معناتها مبني على الخطا ومبني على خطا من بعد باش يمشي في الخطا وباش للاسف برشا يلقاو روحهم بصغار وبعد يولي يخلص في النفقه ويدخل في دوامات اخرى نحب نحكي انا على كام معين اللي طفلة تلقى روحها في البريود هذية متاع النضج والرشد اللي سيبوزي هي تتعرف على برشا عبيد باش تعرف تدخل معها في علاقة ولا لا راهو باش تعرف شنو معناتها اللي باهي لها تدخل في علاقة مع شخص والشخص هذية معناتها يمارس معها البرود العاطفي يبدا بارد معناتها ما يكلمهاش ما يجاوبهاش من الاول تمشي الكونفرساسيون باهي توا المكسر من الاول يعمل لها هكا لسان حلو ويتكلم ويعمل كل شيء به وبعد يعمل لك ويجبد روحه فوالا هو من الاول جينيرالمون راهو بالنسبه للجينيراسيون هذيا يتعرفوا على بعضهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي معناتها تمشي الكونفرساسيون من الاول تمشي مريقله ويشوفوا تصور بعضهم ويحكي واحد فما تحس فما كشغف وبعد فجاه وبدون سابق انذار وبدون حتى سبب وحتى مبرر تلقى روحها مع شخص ما عادش يجاوبها على المساج نتاعها ما يحبش يشوفها تقول له خلينا نشوفوا بعضنا لا ما نجمش عندي خدمه تعب ما عنديش فلوس ما 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 هي ما تفهمش تقول له معناتها كاريمون نلقى روحنا قدام السيناريو نتاع اسمع الو انا طلبتك باش قول لي بربي كان ما حاجتكش بيا قول لي كان تحب نقصوها نقصوها هي مخيبها لحكي كان ما حاجتكش بيا قول لي هو شنو يقول له ما يقوليش لا ما حاجتيش بيك هو يقول لها لا انا راهو عندي شويه مشاكل تولي هي تمشي في مثالش انا هاني نصبر معاك صحيح صحيح السيناريوهات نتاع امه ارتاحت صحيح هي تمشي هي تمشي في الثنيه نتاع مثال ليش هاني انا معاك وانا اقرب الناس ليك واحكي لي وفضفض لي ما تفهمش هي كاش كيليا ديغيغ سولا عندي مشكله نتاع فلوس تقول له مثالش انا مع بعضنا وانا ما نتشرطش عليك وما حاجتي بحتى شيء وهاو نصرفوا من المصروف نتاعي وهاو انا عندي فلوس يقول لها انا عندي مشاكل في الخدمه معناتها يطلع لها برشا اسباب مبررات ما هي ما تفهمش لو ميساج كي ديغيغ سا غيلمون غيلمون عبش نعطيها انا من الاخر غيرمون راهو الشباب في الفترة هذية في الفترة هذه غيرمون الشاب راهو في المرحلة هذية بين 20 و 30 سنة ماهوش يلوج على علاقة جدية ماهوش يلوج على العرس اي سي نورمال يلوج على علاقات عابرة ماذا بيه هو معناتها يكتشف هو بيدو راهو معناتها يكتشف في روحه خارج من مراقبة والحقيقة راهو الراجل في المرحلة هذية يلوج على علاقات جنسية احنا في العرف نتاعنا معناتها في القيم نتاعنا والدين نتاعنا معناتها المجتمع نتاعنا ما يقبلش بالعلاقات الجنسيه قبل الزواج داكوردو اذا هو يحكي مع الطفله ومعناتها يفيق والا يحس اللي هي رافضه للعلاقه الجنسيه هذيا بدون اطار معناتها اطار الزواج هو معناتها الفال دي تورني وقتها هو باش يجبد روحه اما ما ينجمش يقول اعذار اما ما ينجمش يقول لها فما اللي يقول راه واللي يقول تولي الطفله تنعتو اللي هو يخدم في مخه معناتها الراجل يلقى روحه في 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 جوج حالات يا ما يقول لها معناتها كاريمون
يقول لها راهو انا نحب كذا كذا ومانيش متاع علاقة جدية. وفما حتى اللي يقول لها راهو انا مانيش تاع علاقة جدية، تقول له شكون قال لك، شكون حكى لك على العلاقة الجدية ذيك؟ كل شيء بالمكتوب، معناتها يعطي راهو للراجل راهو يعطي دي زانديس. تبقي دي زانديس ساعات يكون كلارينيت، يقول لها لاني متاع علاقة جدية ولا نجم ولا امكانياتي تسمح وهاني واضح معاك من الاول وانت حرة. فوالا اكزاكتومون كي يقول لها شو كيلوني غيلمون، يقول لها راهو هكا وهكا نعم او لا. هي وقت تقول له انت تخدم في مخك وانت فهمت، معناتها اذا مشى هو صريح يولي تصويرته خايبه، اذا هو معناتها بطريقه انديريكت وصل لها الميساج تولي هي معناتها علاش، وقول لي كان عندك واحد اخرى وشنو فما، وتولي هي بدها تشك في روحها فهمت اللي احنا فيها. معناتها شوف سي ان سوجي اللي احنا معناتها ما نحكيوش عليه راهو مي غير مون سي سا، على خاطر في الفتره هذيك بين ال 20 و 30 سنه راهو الشباب يلوج معناتها على يلوج على علاقات عابره، يحب يعيش عزوبيته، يحب هو راهو معناتها دو بوان دو في بيولوجيك، دو بوان دو في بيولوجيك سي توت افي نورمال اي ليجيتي دو بوان دو في توا معناتها قيم وعادات ومجتمع سو ني با ليجيتي. دونك هوني احنا قعدنا في مفترق صراع بين الحاجات هذوما الكل. صحيح صراع هذا هو. دونك هذا اللي يخلي العلاقات معناتها في الفتره هذيا مضطربه، وفما اللي معناتها فما اللي وهنا لهنا نصيحه لشكون، للاولاد ولا للبنات؟ معناتها اون فان كونت اذا كان وحده لقات روحها قدام شخصيه من النوع هذا ماذا بها؟ لشكون واحد يتوجه بالكلام؟ خاطر بالحق الزوز عندهم الحق، الزوز عندهم الحق اكزاكتوم دو بوان دو في بيولوجيك. احنا باش نحكيو اخلاق وتربيه. شوف هو كل انسان راهو معناتها عنده الحق باش يعيش كيف ما هو يحب وكيف ما هو يرى الامور. لذا انا نقول معناتها اذا انت تلقى روحك في علاقه مع شخص انت متقلقه معناتها ماكش ايبانوي، باش يجبرك على حاجه انت ما تحبهاش، رد بالك رد بالك رد بالك، تمشي في حاجه معناتها انت ما تحبهاش، انت ماهيش قابله بها، حاجه هي كونتر لي فالور نتاعك، كونتر التربيه نتاعك، كونتر الاخلاق نتاعك. معناتها اذا تعرف اللي الشخص هذاك راهو ماهوش مستعد الى علاقه جديه لابوتيسمون نتاعها العرس، ماذا بيك تلوج على شخص اخر. اي فوالا ما تقعدش تضيع في وقتك وتسال انت ايش بيك وش عندك وهاو حكى لك مشاكله اللي هو وانت تعمل الحاجه اللي تريحك. وماذا بينا فما برشا راهو كوبلويت يدخلوا في وليو يسبوا في بعضهم سامحني في الكلمه وانت درشوا يبلوكيو في بعضهم، هذاك كله راهو زايد. معناتها راهو باش نقعدوا احنا كنا باش نقعدوا على على بروجي سواء اتفقنا سواء احنا ما اتفقناش. هو مازال صغير معناتها بين ال 20 و 30 سنه، هو ما يحبش يدخل في علاقه جديه، راهو سي ليجيتي. توا حتى تسال اي ام ولدها عمره بين ال 20 وال 25 سنه تقول له راهو حب وحده ويحب يعرس بها، باش تقول له لا وما زلت صغير ومش توا وحتى تخدم وحتى تعرف مستقبلك وحتى وسي فغي. هو سي فغي هو يبدا مازال كان يقرا مازال كيتخرج حتى يخدم حتى قد روحه حتى مازال ماهوش بتاع تكوين عائله معناها توا العمر ولا ما تنجم تبني حياتك من بعد 30 ما فيهاش كلام البنيه ولا الولاد كيف صحيح. كيف صحيح. وهو الشيء. حتى وهو حتى بعد 30 راهو فما جد حتى المشاكل بين 30 و40 فتره الشباب، في فتره الشباب جد كيف كيف اذا انت الشخص معناتها تكتشف اللي هو ماهوش كيفك وما تنجمش حاجات ما تنجمش تقبله وما تنجمش تفهم، خاطر فما تقبل وفما تنجم تتفاهم الشخص، إذا أنت ما خلطتش باش تحتوي الشخص والشخص يحتويك لا داعي، باش نقولها لك من الآخر راهو العباد ما يتبدلوش، ما تحاول تبدل حتى حد، ما تحاول تبدل حتى حد، راهو العباد ما يتفاهموش. وحاجة أخيرة راهو اللي يحب عليك راهو اللي يحب عليك وكانك في القمره راهو باش يمشي يجيبك. صحيح. واللي ما يحبش عليك راهو ما فماش هذايا تو نوليو نحبوا بعضنا من بعد وتو بالعشره وتو نبدلوا، هذايا راهو كذبه كبيره صدقوها برشا عباد وقعدوا يعانيوا فيها. راهو اللي ما فماش من الاول معناتها كالجاذبيه الكبيره ما حبكش من الاول راهو عمره بحياته ما هو باش يحبك، والاخطر من ذلك والاخطر من ذلك اللي هو ينجم في نص الطريق يحب وحده اخرى، خاطر الانسان راهو بحاجه الى الحب، ما نجموش نعيشوا بلاش حب وبلاش شغف، هذاك اللي يخلي الدم يجري في عروقنا. معناتها اذا عايش مع امراه ما يحبهاش راهو باش يحب وحده اخرى، اذا عايشه مع راجل ما تحبوش راهي باش تحب واحد كل شوا. راهو فما عباد يتعداوا للاكسيون
يمشيوا في الخيانه، وفما عبيد ما تتعديش للاكسيون، ما عندوش الجرأه باش يتعدى الاكسيون، يولي يعمل حاجه اخرى ولا يعيش في طليق عاطفي، معناتها العيشه تولي مرار وسميح، هذا يقعد وحده خير هكا ولا لا؟ بالحق صحيح، انا موافقتك على طول. يعطيك الصحه يا سحر، ميرسي ميرسي. يلا شيماء، انا باش نقوم الكوجينه خاطر باش نقولوا باي باي مع بعضنا. سيي الكوكيز نتاعنا حضرت. لا 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 لا، سخونه ولا باهيه؟ باهيه. بنينه على الاخر على الاخر، مع قهوه هذيه، مع قاعده ولا عشويه ولا عشويه.